عادل من اللي صباح الخير للجميع. اليوم بدي أقسم الفيديو لجزئين بدي أصوره. أنا راح أعمل على واحد منهم تصميم ابتسامي لمريضة، والتاني راح أستورد تصميم ابتسامي لحتى أعمل لها موك أب للمريضة مشان الطبيب يعمل لها دايركت فينير كومبوزيت. طبعا هلا هون مع النسخ الحديثة من 3 شيب 12 17 2 1 بيجي مع برنامج دينتال ديسكتوب. دينتال ديسكتوب اذا بتحدثوا بينزل معه برنامج سمايل ديزاين مجاني، برنامج خفيف وكتير سريع ممتاز لتصميم ابتسام، يعني قادر ارسم لك ابتسامي خلال 3 4 دقائق بس او اقل من هيك. الهي هلا هون انا راح استخدم راح افتح هون برنامج امبلانت ستوديو، واللي هو نفس الدينتال ديسكتوب بس اي برنامج منصب. انا اصلا عندي نازل الامبلانت ستوديو. هلا انا هون فتحت الامبلانت ستوديو، عفوا راح ارجع افتحه. راح اضغط على زر الحالات هون كيسز، راح اطلع انا نيو كيسز سمايل ديزاين. هون طبعا هون الخيارات اللي عندي اناتومي بريدج امبلانت بلانينج، هون مشان زرع وهون مشان المؤقت وهون مشان دراسة المثال على دراسة الأمثلة، يعني شكل التشريح للسن. سمايل ديزاين هون أنا راح أفعل الخيار هون. طبعا هون الخيارات بيشنت انفورميشن، ممكن أنا أضيف مريض جديد أو بدور على مريض قديم. راح أطلع أنا مريض جديد، رقم عشوائي بس سيف بيشنت. طبعا هون لوين بدي ابعتها؟ انا بدي اعمل صمم عندي ولا بدي اخليها انا ابعتها لغير مكان خارجي؟ يوم التسليم. بعدين هلا هون اهم شيء عندنا كومنت اند اتاشمنت، ممكن هون تكتب اي كومنت بدك اياه، بس المهم هون الاتاشمنت تحط الصور اللي بدنا اياها. انا راح استخدم صورتين، واحدة راح اعتبرها هاي مع صحيح مع بعد فم، راح اعتبرها بلا بعد فم، وراح اعتبرها هاي مع بعد فم لانه هي ادق من هاي. وبالنسبه للصوره الثانيه الابتسامه مو ظابطه وما لي الصوره، لهيك ما راح استخدمها. هلا انا هون تفعل خيار النكست. طبعا هون فيني احط امبورت اذا بدي استورد طبعات، بس ما في داعي لانه هاي للزرع اكثر من هون. هلا هون طلب مني صورتين، وحده مع ابتسامه وحده مع بعد فم، مثل ما قلت لكم هاي مع بعد فم وهي مع ابتسامه. هلا هون طالب مني مستوى ال بعدين جناح الأنفي، مستوى العيون جناح الأنفي، بعدين أنا راح أعتبر إنه السوار فموي موجود هون. طبعا ليوازي الصورة مع الأرض تماما، لازم تكون أغلب الصور بيكون فيها شوية ميلان. هلا هون الثري شيب ما بتعرف على الصور لأنه هدول بيكسلات. بقى أنا هون الصورة بدي طابقها مع هاي الصورة هاي، لانه كل وحده زاويه تصوير شكل وابعاد شكل. هلا هيك الزوايا بيكون لها زاويه تصوير معينه هي، ولازم دكتور يتقيد فيها افضل. هلا هون انا بشوف اذا مطابق الصور تمام ولا لا. تمام اخذ المطابقه نيكست. هلا هون طالب مني قياس العرض بين الثنايا. هلا انا هذا القياس ممكن اخذه من هون لهون، يا بطلب من الطبيب انه يقيس او انا عندي طبعة قديمة للمريضة. هاي الطبعة القديمة للمريضة راح افتحها بشيء اسمه ثري شيب فيور، هذا برنامج بيجي مع البرنامج الاساسي. في خيار هون المسطرة اذا بتنتبهوا، هاي المسطرة راح احط انا. طبعا بعطي قياس دقيق للابعاد. ستاش فاصلة ستة.
هلا انا هون اعطاني خيارات الاوفال البيضوي للاسنان، شكل اسنان بيضوي. ما لقيت كتير مناسب للحالة، رح اجرب انا خيارات تانية. هاد تقريبا انسب شي، في شوية ميلانات هون ما كتير بهموني. هلا انا هون شو ما حركت سن صغرت سن، هاي صغر السن اللي بعده. انا هون فيني شيل خيار سيمتريك ديزاين هون حتى اقدر اسيطر على ما عاد يصير في تناظر هون بالشكل. طبعا هذا الخيار فعله انا احيانا بيكون في تشوه بالصورة، احنا ما قادرين نتفاداه، يعني هذا التشوه هو المشكلة بالحالة. المريض بده ربعيات اطول شوي. إذا ضغطت هون على الخيار هذا بيرجع لي الصورة اللي مع مبعد فم، إذا بتلاحظوا تنسيق أسنان جيد. شوي السنايا حجمهم كبير، راح صغرهم صغر الرباعيات. تمام، هلا أنا تقريبا هون خلصت التصميم الأولي. إذا بتلاحظوا ما أكل معي دقيقتين، انا بس بدي هاي ارشاد للقطعة اللسة قد ايه بدي لابعد الاسنان. طبعا هون في مساطر خيارات، في مساطر فاعلة مشان اعرف قد ايه بدي اقطع لسة قد ايه اطول الاسنان. هون عم يصدر الصور. هاي الحالة.